أصحاب الكهف لم يكونوا شيوخاً أو كباراً في السن، إنما كانوا فتية صغاراً عاشوا في زمن الملك ديقيانوس، وهو حاكم ظالم كان يضطهد المسيحيين كما كان الرومان قبله، يقتلونهم ويتركونهم فريسة للأسود. قتل الملك جميع المسيحيين ولم يتبقى منهم غير رجل واحد استطاع أن يبلغ رسالته لعدد من الشباب حتى آمنوا بالله تعالى، ثم عثر عليه الملك وقتله. ولكن الفتية لم يموتوا، بل استطاعوا أن يكسبوا قلوب ملايين البشر وأوشكوا على غرس لا إله إلا الله في قلوبهم. فكيف التقى الفتية مع بعضهم البعض وكيف اجتمعوا؟ السنوي للآلهة لم يستطع الفتية مشاركة أهاليهم مظاهر الاحتفال، ورفضوا التعظيم للأوثان فنظروا بعين البصيرة، وكشف الله عن قلوبهم حجاب الغفلة وألهمهم رشدهم، فترك كل واحد منهم أهله وذهب إلى شجرة بعيدة جلسوا تحتها حتى التقوا جميعا فتعرفوا على بعضهم البعض. يقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. علم الملك بأنهم وحدوا الله تعالى ولم يشركوا به شيئا، أمر بقتلهم إلا أن يرجعوا عن دينهم، لكنهم رفضوا الاستسلام وخرجوا دون أن يودعوا أهلهم ودون أن يأخذوا الزاد معهم، لأنهم كانوا يأملون العودة ولأن الناس كانوا قد أحبوهم وتأثروا بهم. ذهبوا إلى الكهف خوفا من ملاحقتهم، وعندما نال منهم التعب ناموا، لكن حكمة الله اقتضت أن يكون من يراهم نياما ينتابه الخوف منهم، مصداقا لقوله تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. كانوا يتقلبون يمنة ويسرى وكلبهم نائم عند الباب تحسبهم أيقاظا وهم رقود، وفي أعلى الكهف فتحة يتسرب منها الهواء وخيوط الشمس. يقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. إنها آية من آيات الله تعالى، وعلامة من علامات قدرته جل في علاه، وفي لحظة من اللحظات وبعد مرور 300 سنة وتسع سنوات يأذن الله جل وعلا للأرواح أن ترجع، فإذا الأجساد تتحرك مرة أخرى فتهتز من بعد موتها، فإذا بهم يقومون يتساءلون، يقول قائل منهم: كم ساعة لبثنا نياماً؟
فيرد عليه أحدهم نمنا يوما كاملا، ويرد آخر بل نمنا بضع يوم. قال الله تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وعندما شعروا بالجوع والعطش أخرجوا قطعا من النقود ليشتروا بها الطعام، وقالوا لأحدهم: اذهب بهذا المال إلى أسواق المدينة، واحرص أن تدخل متخفيا كي لا يشعروا بك. لكن الذي خرج منهم لم يكن يعلم أنهم قد ناموا في كهفهم أكثر من 300 سنة، فخرج وإذا بمعالم المدينة قد تغيرت، والناس قد تبدلوا، والمباني قد اختلفت أشكالها. واكتشف أنه وأصحابه قصة يحكيها الناس عبر التاريخ، يقصون حكاية فتية خرجوا من قصورهم إلى كهف من الكهوف. استغرب الناس من رجل يخرج بينهم يأتي بمال من العصور القديمة وهندامه يختلف عنهم. وعندما اكتشفوا أمره عاد إلى الكهف وأخبر أصحابه بأن الله جعلهم من أعجب آياته، فخروا لله سجدا وقبض الله أرواحهم جميعا. يقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. ومغزاها أنه كما نام أصحاب الكهف ثم بعثهم الله تعالى، كذلك يبعث الموتى يوم القيامة. إن وعد الله حق. ناموا أكثر من 300 سنة، هم شباب مؤمنون متدينون من أتباع سيدنا المسيح عليه السلام في مملكة ديقيانوس، وفي يوم العيد السنوي للآلهة لم يتحملوا فكرة الاحتفال، لأن كل شيء في الكون يصدح بلا إله إلا الله. كل شيء في الكون يدل على أن الله عز وجل موجود، كل شيء يهتف بجماله وجلاله سبحانه وتعالى، وكل يسبح بحمده. بسم الله الرحمن الرحيم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. رحلوا دون أن يودعوا أهليهم، وتركوا كل غال على قلوبهم، فلا شيء أغلى من الله. الله غالي، وغلاوته بالأقوال التي تصدقها الأعمال. قصة أصحاب الكهف رسالة لنا لنهجر كل ما يبعدنا عن الله، لتسمو أرواحنا بالقرب منه جل في علاه. كل شيء من أجل الله، فآواهم وأنزل عليهم رحمته وأيدهم بنصره. والله لا يخذل من يختار طريق السير إليه. لا إله إلا الله، ولا أغلى منك يا الله. أشرقت شمس الكهف في قلبك بالنور، فأقبل على الله بطاعتك ولا تؤجل، وعجلت إليك ربي لترضى. كانوا نياما وما كانوا بموتى، وكم أحيوا من قلوب. حكايتهم رسالة لنا، لعل نومهم يوقظنا.